عايز اتجوز ده كان اول مسلسل ليا خالص. كان بقالي يومين في معهد فنون مسرحيه ورحت اوديشن عادي جدا. ده انت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يومين كده السلام عليكم انا همثل. فرحت اوديشن وقابلت استاذ رامي امام. وكنت انا ومجموعه من زمايلي في المعهد كلنا في سنه اولى. هو قال لنا انا هاخدكم انتوا كلكم زي ما انتوا كده. الله. وده كان طاقة أمل لينا جدا. وعملنا الحلقة بتاعة الفالنتاين. والحمد لله يا رب. هو كان دور صغير جدا بس كان بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا، لأن أول حاجة قابلنا أستاذ رامي إمام بنفسه. تمام. فدي حاجة وأول عمل عمل كبير زي ده، ولسه بجد بقالنا أسبوع في المعهد. فاداك دفعة. مظبوط. اداك دفعة واداك فالحمد لله كانت بداية كويسة وحببنا أكتر إن احنا ماشيين صح. ودخلنا المكان الصح. وبجد جزء كبير من اللي أنا فيه صاحب الفضل عليه المعهد العالي للفنون المسرحية. اللي ما يعرفوش بقى نيس عن عزوز إن هو كمان طالب في كلية الحقوق. يعني كان طالب في كليه الحقوق وهو في معهد الفنون المسرحيه. فانت عملت الاثنين دول ازاي؟ حاجتين بعاد تماما عن بعض خالص. انا في الاول ما كنتش عايزه ادخل امثل خالص. ما كانش في دماغك تمثيل خالص. انا كنت بحب حقوق وداخل عشان ابقى محامي. وانا بحب عايز تبقى محامي جدا. بالصدفه برضو وانا في الجامعه في ورشة تمثيل كانت في مسرح الغد معمولة مجانية، فأصحابي قعدوا يقنعوني إن أنا أدخلها. فقلت أجرب. دخلت قابلت زمايلي كانوا في مسرح حقوق. تمام. فبنتعرف على بعض أول يوم، أنت فين بتدرس إيه؟ أنا بدرس حقوق. فقالوا لي طب إحنا عندنا مسرح في جامعة القاهرة في كلية حقوق، ليه أنت مش موجود فيه؟ قلت لهم معرفش. فخدوني طلعوني. اشتركت بقى من هنا فحبيت الموضوع. حبيت الموضوع جدا. وكان اول انك اكتشفت الفنان اللي جواك متاخر. بالظبط. بس كنت بحب الفن. امي الله يرحمها كانت بتحببنا جدا في الفن. هي كانت بتكتب، فكانت طول الوقت نقرا مجلات، نقرا جرايد، نسمع اخبار فنيه. هي كانت بتحب. انت مامتك كانت مؤثره في حياتك قوي لدرجه ان الناس القريبين منك يعرفوا ده طبعا. ان انت وقفت فتره بعد وفاة ماما. مظبوط. كانت مؤثرة في حياة عزوز ازاي؟ هي الأم طبعا حاجة مهمة جدا. بالزبط. بس انت معاك الموضوع كمان، لا انا مش هكمل شغلي كده وخلاص. انت حياتك وقفت. وقفت وفي نفس الوقت يعني سبحان الله هي كانت نقلة حياتي. يعني الوقفة دي على قد ما الموضوع كان صعب جدا بالنسبة لي، على قد ما هو خلاني في المكان اللي انا موجود فيه دلوقتي. سنة 2011 دي كانت أصعب سنة عندي. كنت بسيب حقوق، ما كنتش عايز أكمل، وكنت في صراع مع ماما إن أنا خلاص دخلت الحاجة اللي أنا بحبها فمش هكمل في حقوق. فقالت لي أنت في سنة رابعة، يعني فاضل لك سنة. قعدنا في صراع. في الفترة دي حصل حادثة كده لماما وتوفت. ربنا يرحمها. فقررت إن أنا خلاص مش هزعلها، هكمل الكلية مع المعهد. وكنت وقفت الشغل بره خلاص. وخدت قرار ان انا هكون، وانا مش عارف هكون ايه يعني بجد. كان الفترة دي عندي 20 سنة تقريبا، فلسه صغير. انا والدي متوفي من زمان جدا. فانا وندى اختي لوحدينا عايشين. في نفس الوقت انا عايز ابقى موجود. ومش عارف اعمل ايه. فقررت ان انا هبتدي من المعهد. وانا طالب لسه في سنه تانية. وابتديت من المعهد وعملت حاجات كتيره جدا في المعهد. انت جوه المعهد. وعشان كده المعهد العالي للفنون المسرحيه هو صاحب الفضل عليا. احكي لنا كده قصتك في المعهد وعملت ايه ووصلت لايه جوه المعهد لما قررت وقلت انا لازم اكون. قلت لازم اكون. حياتي صدف جدا. فجاه في انتخابات اتحاد طلاب. انا عايز اطلع الطاقه السلبيه اللي جوايا بوفاه امي باي شكل من الاشكال. احقق نجاح. بالظبط. عايز اعمل اي حاجه عشان تشغيلك. اشغل. دخلت انتخابات اتحاد الطلاب، فجاه بقيت في اللجنه الفنيه، فجاه بقيت نائب رئيس اتحاد الطلاب. بقيت بخرج جوه المعهد، بقيت بمثل جوه المعهد، باخد جوائز. خدت خطوات سريعه وبسرعه وسبحان الله. يعني مامتك كانت راضيه عنك يا عزوز. الحمد لله يا رب. يعني دعواتها هي اللي فضلت موجوده. وكانت كل حاجه بتحصل لي بالصدفه.
يعني بعمل عرض بخرجه فاخد جوائز فاطلع امثل مصر وزارة الثقافة في فرنسا في مهرجانات بره، اسافر لبنان، اسافر المغرب، كل ده بالاخراج المسرحي. طب عضوية نقابة المهن التمثيلية ازاي بقيت عضو؟ ان انا بقيت عضو في مجلس الادارة. في مجلس الادارة يعني انت دي من صدف حياتي. دي برضو حاجة يعني جدا كبيرة. ان انا في نفس السنة دي قابلت دكتور أشرف زكي الجميل، بنوجه له تحية طبعا من خلال صباح البلد، وصباح الفل عليك يا دكتور. صباح الفل يا دكتور. دكتور أشرف